يا صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهالنهار يلي تاريخه مميز 7/7/2020. صباح البركة لكل الناس يلي عم تتابعنا عبر شاشة سما الفضائية لحتى نتشارك بداية هالمشوار الصباحي ونقدم العديد من الفقرات والتقارير يلي بتهم معظم أفراد الأسرة السورية. صباح الخير يا نور. يسعد صباحك يا ورد، وصباح الخير لكل الأشخاص يلي عم يحضرونا وين ما كنتوا عم تشوفونا. صباح جديد نقدم لكم فيه فقرات وتقارير متنوعة، واليوم رح يكون لأطفالنا مساحة كبيرة بحلقتنا، وأكيد كمان لست البيت واهتماماتها المتنوعة وأولى المطبخ، وأكيد نصبح على الشيف حسن يلي عم يرافقنا يوميا بوصفات عديدة. يسعد صباحك يا شيف. يسعد صباحكم. صباح الخير يا شيف حسن. صباح النور. كتير خضرة موجودة قدامك اليوم، تمام. شو محضر؟ يوم حضرين مطبقة خضرة بالزيت، أكلة صحية وخفيفة وظريفة، قدام منا رز ابيض. اوكي، مطبقه خضره بالزيت، تمام. مع رز. اليوم ما في لحمه. اليوم ما في لحمه، اليوم مرتاح رب الاسره. تمام. الله يعطيك الف عافيه. رح نضم لك من بعد شوي. اوكي، واكيد هلا مشاهدينا رح نعرف شو معنا بحلقتنا لليوم بهالفوتومونتاج. كل حدا فينا عنده شيء معين بحياته بيمنحه السعادة، ونسبة كبيرة من الأشخاص بيشوفوا أنه الأكل هو الحل ليروقوا ويخففوا التوتر عن مزاجهم، وخاصة الشوكولا يلي بتعطي سعادة كبيرة ولو كانت مؤقتة لكل حدا ممكن يحب هالأكلة. أكيد ورد، ومثل ما ذكرت بالبداية اليوم 7/7/2020 هو اليوم العالمي 7 تموز، واليوم العالمي للشوكولا. شو تاريخ هذا الاختراع الطيب، وليش النساء بيحبوا الشوكولا أكثر من الرجال؟ كل هذا وأكثر رح نعرفه بهالتقرير. تتوحد القلوب حول العالم على حب الشوكولا، تتعدد أشكالها وبتختلف القوالب يلي توضع فيها، ومهما تعقدت العملية يلي بتدخل بصناعة قوالب الحلوى أو الآيس كريم أو حتى مشروب الشوكولا الساخن، لكن جميعها ترجع للثمرة يلي ما بيتجاوز حجمها بقبق العين، ثمرة الكاكاو. سبعة تموز يصادف اليوم العالمي للشوكولا، وهو احتفال سنوي يقام على مستوى العالم وتؤكل فيه كميات وافرة من الشوكولا. تم اختيار هذا اليوم للاحتفال بعيد الشوكولا لأنه التاريخ يلي أدخلت فيه الشوكولا لأوروبا عام 1550، وتسجل هاليوم رسمياً عام 2009. بتقول إحدى الروايات أنه كلمة كاكاو معناها طعام الآلهة، ويشتق الاسم من شجرة ثيوبروما كاكاو. ورواية أخرى بتقول أنه كريستوفر كولومبوس اكتشف حبوب الكاكاو بإحدى جولاته مع أصدقائه، وقرر إهداء هاي الحبوب لملك وملكة إسبانيا، وتم اعتمادها كعنصر غذائي أساسي لدى ملوك الإسبان. ولأن أشجار الكاكاو حساسة للغاية، بيفقد المزارعين بالمتوسط 30% من محاصيلهم كل عام، والخبراء قالوا بأنه نبتة الكاكاو مهددة بالانقراض بسنة 2050 بسبب التغيرات المناخية الكبيرة يلي عم يشهدها العالم من سنوات. من المعروف أنه للنساء والشوكولا علاقة غريبة ما بيفهمها الآخرون ولا حتى النساء. الباحثين فسروا هالموضوع بأنه النساء بتعاني من تقلبات هرمونية متعددة خلال الشهر، فبتاكل الشوكولا يلي بتخليها تشعر براحة نفسية وجسدية، والسبب أنه الشوكولا تحتوي على خلطة تجلب السعادة. طيب
طيبة الشوكولا بس بحد معين ونسبة معينة. شو النوع اللي بتفضلي؟ داكنة بسكر بيضة؟ لا الوسط أطيب شيء، وإذا كانت مليانة زبدة فبتكون أفضل. أفضل للمعدة بس مو أفضل للسعرات الحرارية. على كل حال الشوكولا مو مجرد أكلة طيبة شهية بتدخل بصناعة الحلويات وبتروق المزاج، وإنما كمان ساهمت باختراعات عديدة ومهمة. بين الحلو والمالح أصناف عديدة من الأكل بتعطينا قيمة غذائية وبتحسن حالتنا المزاجية، وخصوصاً إذا كانت معمولة على الأصول. لهيك رح ننتقل هلأ لعند الشيف حسن لنبدأ بوصفة اليوم يلي هي مطبقة خضار بالفرن مع الرز الأبيض. تفضل يا شيف. صباح الخير يا شيف مرة تانية. المقادير وطريقة التحضير معك، تفضل. يسعد صباحكم جميعاً. هلا اليوم نحن عنا مطبقة خضرة، هنستخدم بالنسبة للخضرة اللي هنستخدمها عنا بطاطا، عنا باذنجان، عنا بندورة، عنا كوسة، عنا بصل، عنا فليفلة حمراء وعنا فليفلة خضراء، عنا توم، رب البندورة، وملح وفلفل، وبنحط بالزينة لبقدونس. وبالنسبة لنقدم قدامنا رز أبيض، رز أبيض غسلناه، كاستين رز أبيض مغسولين منقوعين ومغسولين، المي طبعاً بشان الرز، وزيت زيتون. هلا نحن بدنا نبلش اول شيء نقلي شوي قبل ما نحط نبلش بالتطبيق الطبخه. بدنا نقلي شوي الثوم، بنحط شويه زيت زيتون، بنقلي الثوم اول شيء الى ياخذ نكهه قبل ما نحطها بالفرن. حطينا الثوم بس نستنى ليقلي ياخذ لون خفيف، لون ذهبي تقريبا، مو لون البني. بنضيف عليه نص كمية البصل، من النص الثاني بدنا نحطه مع المطبقة الخضرة بنفس الجاط اللي بنفوته فيه على الفرن. نحن بدنا اياهم هلا اذا على النار بدنا اياهم بس شغلة خفيفة ياخذوا شوية حماوة، ياخذوا لون، ينكهوا الزيت اللي بدنا نطبخ فيه بالاساس، لانه لازم ياخذ نكهة الثوم والبصل. طبعا نحن فينا نضيف له رشة فلفل اسود خفيفة، نحن ما بدنا نحط الملح هلا، اخر شيء الملح. هلا بالنسبة للثوم والبصل هن تقريبا نحن مرافقين عنا تقريبا بكل اطباق تقريبا العربية وخصوصا السورية بالذات، بيعطوا نكهة خاصة للأكل. هلا هيك تقريبا جاهزين شوي. شايف الثوم والبصل مع بعض هنن كثير طيبين، بس في بعض الاشخاص هنن ما بيحبوا الثوم والبصل كثير بالاكل. شو ممكن تعمل ست البيت لحتى تعطي النكهه ولكن ما يكون ظاهر بالبصل والثوم؟ تمام. هلا ممكن نحن نستخدم البصل البودره المجفف البودره والثوم البودره، تمام. بس بدنا نستخدم لو كميه بسيطه، ببعض الاكلات ما فينا نستغني عنهم. فممكن كمان تقلي مثل ما عم تعمل البصلة والثوم وتشيلهم على جنب، يعني بيبقى الزيت اللي فيه هو النكهة. تمام. هلا بالعادة انه اي شيء بالنسبة للبصل والثوم اذا بينفرم ناعم بصير بيروح بتروح المنظر تبعه والنكهة تبعه، بس بتعطي النكهة الخفيفة والمضايقة بتروح تبع الثوم والبصل. هلا المكونات اللي معك يا شيف انا حاسس مقالي، بطاطا، باذنجان، كوسة، بندورة، فليفلة. لا هلا هي مو مقالي نحن حنحطهم بالفرن وحنغطيهم نحن بصوص البندوره بالاساس مع رب البندوره، بنغطيهم بصوص البندوره وعلى النار هذه بوسط الفرن تتساوى. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. هلا نحن هيك حاجتهم بالنسبه للبصل والثوم، بنبلش نطبق بهالشكل هذا
بنطبق بطاطاية، باذنجاناية، بندورة، كوسة. هلا بالنسبة طبعا الزيت، نحن استخدمنا هلا اليوم الزيت زيتون، زيت الزيتون هو صحي ما له بيضايق للأشخاص اللي عندهم مشاكل بمعدة أو حمية مثلا. هلا مثل هيك بنكمل التطبيقة بهالشكل هاد كلياتها، بدنا نحطها بالفرن تقريبا، بتاكل وقت بالفرن حوالي تقريبا شيء بين النص ساعه وثلاث ارباع الساعه. هلا الناس بيسالوني احيانا انه ليش نص ساعه او ثلاث ارباع الساعه، انه وقت في فرق منيح بالتوقيت بين الاثنين يعني. هلا هي القصه انه على هوا نوع الفرن وبتفرق، وعلى هوا نوع الخضره وتقسيماتها للخضره. هلا نحن بنحطها تقريبا بالفرن على طول، دائما باقصى درجه حراره ممكن نقدر ياخذها الفرن مشان تستوي باسرع وقت وتزبط معنا. هلا هيك نحن هلا بالاخير نحن بس لنطبقها كمان، اذا في عنا ممكن اي شيء نضيفه، ممكن ننكه، ممكن اعشاب ثانيه، ممكن نضيفها على الصينيه نفسها. هلا هيك كوسة، هلا بنرجع بطاطا، باذنجان، بندورة، تمام، بنرجع بطاطا، باذنجان، بندورة. نحن طبعا ممكن نكتر كمية البندورة او نزيدها بالشكل هذا. نرجع بطاطا، باذنجان، يعني البندورة ممكن مثلا ما نحط قطعة او قطعتين، ممكن نحط زيادة. هلا نحن احيانا مثل هلا مثلا نقص عندي شويه باذنجان، هلا ممكن نحن نستعيد عنا بنكمل باقي الخضره، باقي انواع الخضره الثانيه، يعني ما هالمشكله الكبيره، انه هي مجرد انه هي صينيه خضره مشكله، يعني ممكن نحن نحط اي خضره ممكن تخطر ببال سكه البيت. هلا تقريبا هيك بهالشكل هاد. هلا مثل هلا هون احنا فينا ننهي مثلا بهالشكل هذا، نحط الكوسه زياده، تمام، بما انه ورد بحب الكوسه شوي ازود من غيره، والباذنجان كمان. هلا هيك تقريبا طنجرتنا الخالصه، تمام، بنضيف عليها الفليفله الشكل هاد. نحن ممكن نكتر الفليفلة الحمراء، بتعطي نكهة كثير طيبة وهي فيها شوية حلاوة. هلا بنضيف الفليفلة الخضراء. هلا في ناس، بعض الناس أحيانا ممكن بس تخلص يحطوا لها بالأخير جبنة موتزاريلا ممكن على الوجه تنحط. هلا لسه البصل بس منفرفته الجوانح بهالشكل هاد. هلا ممكن تزيد، في بعض ستات البيوت بيزيدوا بعض المواد اكثر من مواد مثل ما قلنا. هلا في ناس مثل ما قالت مثلا نور انه مثلا في ناس بتتضايق من البصل، نرش لاخر شيء رشه ملح خفيفه هيك، ورشة فلفل. هلا نحن عشان نضيف المي نحط ربع البندورة. نخلط ربع البندورة مع المي. نحن رب البندوره بنحطها عشان نساوي صيد صلصه، لانه بالاساس نحن بدنا نساوي قدام منا، نقدم قدام منا رز، وهي طيابتها انه تكون صلصه شوي سميكه. هلا خلصنا،
بهالشكل هاد. هلا نحن هي جاهزة لندخلها للفرن مثل ما لكم شايفين. هلا نحن خلال الفترة الثانية، هلا خلال المقطع الثاني كمان حنجهز الرز، الرز الأبيض. تمام، هلا هيك جاهزة. لكن لو الأخير بنزينها بالبقدونس، بشوفوا طريقة التزيين بالأخير. شكرا يا شيف. لعند ورد ونور. شكرا يا شيف، نحن مكملين معك أكيد خلال الحلقة، ورح نرجع ننضم لك مرة جديدة. ولكن بأكد خبراء علم النفس أنه الشخصية الاتكالية بتخسر علاقاتها بالآخرين بسبب اعتمادها الكلي عليهم، حيث بتشكل مصدر استنزاف لهم واستنزاف عاطفي وفكري، حتى أوقات بتستنزفهم بالوقت وبيعتمدوا بشكل دائم على أشخاص تانية. أكيد ورد، عبر صفحتنا الخاصة على الفيسبوك سألناكم وكمان بالشارع السوري كيف ممكن تتعاملوا مع الشخص الاتكالي. البعض قال أنه بيتجنب التعامل معهم من الأساس، وبتتعددت الآراء حسب هذا الموضوع. خلونا نتابع سوا. بتعترفي أنك أنت شخص اتكالي ولا لا؟ لا، ما لي اتكالي. ليش؟ لأن أنا ما تمدي على حالي. لا بالعكس، الناس هي الاتكالية علي. طبعا ما فيك تستغني عن الآخرين. لا أكيد ماني اتكالي أبدا. ليه؟ يعني أنا مستقلة اقتصادية مثلا من بداية حياتي بعملي، تعلمت توظفت ما ارتبطت، لا صار عندي هيك كونت شخصيتي وكياني الاقتصادي، وبعدين لما صحت لي فرصة زواج مناسبة، فحتى أنا وأنا متزوجي ما بتكل على زوجي. إذا إجا شخص كتير مزعج وكتير اتكالي، كيف تتصرفي معه؟ الزمن ما بينفع تتكل على حدا فيه. في فرق بالكلام، اتكالي إنه أنا متكل على غيري، بين أنا بستعين بالآخرين. شيء أنا ما بقدر عليه بستعين بغيري، بس أما شيء بقدر عليه وبحطه على غيري، هذا هو الاتكال. اجمالي من نتكل على اهالينا وقت كنا صغار، بس متى ما صرنا بعمر معين بدنا نكون نحن متكلين على حالنا. كل انسان له شخصيته، لازم هو يكون قوي ويقاوم الظروف هي، خاصه اللي نحن عم نعيشها هلا. بدك ما بدي يكون اتكالي، يعني انا بقول عليهم الله يديم الهمه طول ما انا قايمين. الهمه بدي يكون همه، هي اتكال على نفسه، بس او تواكل على غيري لا. كثير من الأطفال بتظهر عندهم مواهب وقدرات مميزة بتحتاج لصقل واستثمار وتشجيع بطريقة صحيحة من قبل الأهالي، وبما أنه هالفترة هي العطلة الصيفية فلازم يستغلوا وقت فراغهم بقصص مسلية ومفيدة. اليوم حبينا نضوي على شوية أفكار واقتراحات لأعمال يدوية ممكن الطفل يشاركها أو يعملها بأغراض بسيطة موجودة ومتوافرة بكل بيت. هالأفكار رح تخبركم إياها نور مع ضيفتنا اللي صارت موجودة بالاستوديو مها حورية، واللي رح تنضم لها نور فوراً. تفضل يا نور. شكراً كثير لك يا ورد. يسعد صباحك يا مها، كيفك اليوم؟ الحمد لله مشكرا. اليوم معنا افكار كثير حلوه ومميزه، عم نحكي عن شيء كثير مهم لازم دائما تنتبه له ست البيت او حتى الام، بانه تعلم طفله المساعده، اعاده تدوير، تبعد عن الاتكاليه، دائما يكون كل شيء جاهز، اي شيء بيحتاجه انا ممكن انزل على السوق او الاب ينزل على السوق ويجيب له ويجهز له. خلينا ناخذ بالبدايه من حضرتك، كيف ممكن نعلم الطفل اعاده تدوير بالاشغال اليدويه؟ هلا مجال إعادة التدوير هو مجال كتير كبير، بيدخل له كتير من المواد. يعني هلا فكرة إعادة التدوير هي عبارة عن إنه بعض النفايات بدل ما إني تلفها
اتلفها، ممكن استفيد منها بمواد او منتجات استفيد منها وتكون افكارها حلوه. يعني هلا مثلا عندي انا العبوات، خلينا نحكي عن العبوات، عندي عبوة معدنية أنا غلفتها بهي الطريقة، ممكن تكون مزهرية وممكن أنا تكون مقلمة حط قلامي فيها بهي الطريقة. طبعا مثل ما انك شايفة إنه كتير طريقة سهلة، يعني ممكن أي طفل يقدر ينفذها. عندي كمان العبوات البلاستيك، هلا انا رح انفذها قدامكم، نشتغل شيء على الهواء، رح اشتغل عليها. الكرتون، علب الكرتون يلي انا ممكن كبها، لا انا قدرت استفيد منها، غلفتها بقماش مثل ما انك شايفه وعملت منها بوكس هدايا. هذا النموذج وهذا اعاده تدوير، ماها بتحتاج يكون ست البيت مخها فاضي وتقعد تفكر كيف ممكن تستفيد من كل قطعة، ممكن القماش، ممكن الثياب، ممكن أي شيء موجود ضمن البيت، ممكن ما تتلفهم تخبيهم على جنب، ممكن تستفيد منهم بشيء. هلا أي ست بيت ممكن وقت بتشارك أفكارها مع أفكار أطفالها ممكن ينتج قصص كتير حلوة، لأنه أصلاً الإبداع عند الطفل ما له حدود، لهيك بنتعلم منهم أكثر ما نعلمهم. تماماً. وممكن هيك بهي الظل، هي الظروف اللي نحن عم نعيشها والوضع الاقتصادي والظرف المعيشي، ممكن نساعد ونعلم الطفل بهذا الوقت كيف ممكن يستفاد من كل شغلة موجودة ما يتلفها ويخليها على جنب. حكيتي فكرة حلوة، لأنه أصلاً مفهوم إعادة التدوير تطور مع الوقت، هو بلش بفترة الزمن البرونزي، يعني وقت اللي كانوا يصهروا المعادن ويحولوها لأدوات يستفيدوا منها، بعدين تطور مع الوقت صار يدخل بمجال مفهوم الحفاظ على البيئة، الحفاظ على الاقتصاد من داخل البيت للنطاق الأوسع. خلينا نبلش باليوم شو نحن رح نحضر لحتى ست البيت وأطفالها يستفيدوا منها. هلأ خلينا بمجال إعادة التدوير. أوكي. هلأ عندي أنا هاي العبوة البلاستيك، طبعاً أنا بنظفها، هي علبة دواء. بحب أنه أي شيء بده يستخدمه الطفل أنه الأهل يكونوا مشرفين عليه. علبة الدواء أنه لازم تتنظف كتير منيح قبل ما تنعطى للطفل يقدر يشتغل عليها. المواد اللي بدي استخدمها هو سي دي، عبوة بلاستيك، وورق الإيفا. أنا بفضل الورق الإيفا يكون اللي معه لاصق. أوكي. يعني لخفف استخدام اللاصق عند الطفل، بجوز يتلبك فيه. هلأ طريقة الشغل كمان بترجع لعمر الطفل، ممكن من أي عمر نبلش مثلا نعلم هيك شيء للطفل؟ شو العمر اللي ممكن هلأ ست البيت عم تحضرنا وتجيب طفلة وتخليه يعمل هدول القصص؟ أنا متأكدة أنه بعمر صغير كتير، يعني بعمر 3 سنين ممكن أعطي أي مادة وكون عم تابع معه، ممكن ينجح بشغله. أوكي. هلأ طريقة الشغل، وبس بدي أعطيكم ملاحظة للأطفال الحلمين أنه أنا اليوم رح أستخدم السيليكون، بس بتمنى أي طفل بده يستخدم السيليكون يكون بإشراف أهله طبعاً، لأنه هو ممكن يعمل أذية حروق بالإيدين. استخدموا أي لاصق تاني. هلأ طريقة الشغل هيك رح تكون. هلأ كونه مثل ما قلتي نحن عم نستخدم الورق الإيفا هو اللي هو فيه لاصق، فممكن شوي يغنينا عن تماماً السيليكون، فرد السيليكون او حتى ممكن الغيره او حتى ممكن اللاصق الاوهو او اي لاصق ثاني ممكن يكون امن تاني. انا بس كرمال انه وقت الفقره قصير لهيك استخدمت السيليكون. هلا الطريقه هيك رح تكون، انا غلفت طبعا نحن بورق الايفا، اخذنا نحن مقاس العلبه تماما، قصينا، انا قصيت على العلبه. هلا بقي عندي هون هي الزاويه. تماما. رح كمل. هلا القاعده رح تكون هي سي دي، رح غلفها من الطرفين. انا قصيت ورق الايفا على شكل السي دي مثل ما انكم شايفين، قطعتين كرمال انه وش وظهر غلفه. طبعا رح غلفه كمان بنفس الطريقه. شو رح نستفاد من القرص السي دي اللي نحن قصينا على اساسه هي القطعه المدوره؟ ليكون قاعده
لانه للفكره اللي نحن عم نشتغلها. نحن شو رح نستفيد منها لهي؟ شو الشيء اللي نحن اخذها؟ بلاستيك خفيفه، انا ممكن وقت بعمل هيك الاقلام ممكن تميل توقع لهيك تقل. تماما. فنحن بنحط سناده لإلها؟ تماما، هي رح تكون قاعده لتثبتها على الطاوله. اوكي، السي دي تالف عنا ممكن نستفيد منه ونخليه على جنب ونعمله هو قاعده مثل ما انت هلا عم تعملي. تماما، انا غلفته سكرنا من الطرفين. اوكي، بهي الطريقه. هلا رح ثبته، طبعا مثل ما قلت لكم انه انا رح استخدم السيليكون هلا بس كرمال انه وقت الفقره قصير. اوكي، وممكن اذا ست البيت موجوده فهي تشرف على هذا اللاصق وتلزقه بايدها حتى نحن ما ناذي الطفل نوعا ما. تماما، لزقناها وثبتناها. هلا مثل ما قلت لك كونه في هذا الفراغ لسه فاضي، انا ممكن استخدم بعض الاحجار مثل هيك مثلا. اوكي، ممكن الطوق عند ست البيت تالف مثلا تقصه وتخبي حجاره. كونه انا اليوم بدي اشرح عن لعبه الصوف يلي هي اساسا كرات الصوف، رح استخدم كرات الصوف اليوم. طيب اوكي، خلينا شوي نستعجل لضيق الوقت. نفس الوقت يلي عم يحضرونا يستفادوا منا، نحن اليوم رح نعمل لعبه من الصوف. تمام. اوكي، هلا نحن عاملين، انت مجهزتينا العاب، هدول قصص كثير حلوين ومميزين. ممكن كمان نساعد الطفل بصنع العابه بالبيت بهدول القصص. تمام، هلا هي كثير طريقتها بسيطه. هلا بتشوفوا كيف. هلا الشكل النهائي هيك رح يكون. اوكي، ومثل ما قلت لكم القاعده كرمال انه اقدر ثبتها على الطاوله ما تقلب، لانه البلاستيك اخف من انه انا اشتغل على عبوه معدن. هلا ضمن مجال كمان اعاده تدوير في عندي الزجاج، هلا هذا فنجان مكسور عملته بهذا الشكل، كمان قدرت استفيد منه. عبوه بارفان قديمه قدرت استفيد منها. رح احكي شوي عن الالعاب، الالعاب من خيطان الصوف. هلا انا عم اقول خيطان صوف، انا ممكن استخدم يعني مو بس خيطان صوف، ممكن اي خيط متواجد عندي بالبيت. مثل ما انتم شايفين انا عملت هون ارنب بس استخدمت فيه لونين، يعني شو الالوان الموجوده عندي، شو الخيطان، ممكن خيط قطن، خيط صوف ممكن استخدمه. طبعا اعاده التدوير هي بحر كثير واسع وكبير. تمام. ودائما بيحتاج دائما لحتى نحن نتابع ونواكب هذا الموضوع. ختاما ما ضل غير نتشكرك على كل المعلومات والافكار اللي قدمتيها. شكرا، يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. صباحكم على سما. صباح الخير لأخي، عرسوا بعد يومين. يسعد صباحك ماما. صباح الخير لسما، وصباح الخير لأهلي وكل أصدقائي. يسعد صباحكم سما. يسعد صباحكم. يسعد اوقاتكم عن جديد، مره جديده مع الشيف حسن. وصلنا باكلتنا لليوم، بدنا نرجع نذكر فيها، هي تطبيقه خضار. تمام. صارت موجوده بالفرن. تمام. كوسه وباذنجان وبطاطا وصوص بندوره. هلا راح نشوف وبصل وثوم، هدول اساسيين. راح نشوف الرز كيف بدنا نحضره. نفس عمل الرز اليومي ولا في شيء مختلف؟ لا، نفس الشيء تقريبا، بس نحن حنغير شوي صغيره، انه نحن حنساويه بزيت زيتون اللي هو يعتبر نوعا ما صحي. يعني بنحط زيت الزيتون حوالي شيء 3 معالق، بنحط شوية زيت نباتي مشان ما يحترق الزيت الزيتون، لأنه الزيت النباتي بيمنع احتراق الزيت. تمام. هلا نتخلطوا مع بعض. هلا فينا رأسا ننزل الرز. الرز المغسول والمنشف تقريبا كاستين، هدول تقريبا كاستين، كاستين رز. انا اخذت ايدي يا شيف على عمل الرز. امس عم بعمل رز بالبيت، طبعا بنلعب بنادي الحديد، فالرز وجبه اساسيه. بعير على الرز من لما ببدا اغسله للما ببدا اكل منه تقريبا 25 دقيقه.
انجاز سريع كاستين رز هيك العزابي هيك بده يصير فيه. والله العزابي هيك العزابي هيك بده يصير فيه بياكل رز مسلوق افيد صحيح على فكره حتى بلا زيت احيانا وبلا بلا سمنه اكيد عم تقنع حالك انت بهالقصه انه افيد يعني انت اليوم يا شيف عم تكسر لنا كل الشغل بس لا يقاوم اكلك وطريقه تحضيرك الله يعطيك العافيه هلا نحن بنحط له شويه ملح على هوا الرغبه تبع الملح حوالي هدول بدهم تقريبا شيء معلقه صغيره ملح ومع ذلك أكلتنا جداً صحية نباتية تمام. بامتياز مريحة للمعدة ومريحة للجيبة بنفس الوقت أكيد ما فيها جاج ما فيها لحمة أكيد وخضار موسمية متوافرة حتى الزيت الزيتون حتى الزيت الزيتون اللي مثلاً إنه بما إنه زيت الزيتون شوي أغلى من غيره هلا ممكن نحن نحط شوية مثلاً مع الزيت نكسره أكثر شوي بالزيت النباتي ممتاز. حتى لو بالأكل اللي بالفرن من طبق الخضار تمام. نحن بس نبدأ نأخذ نكهة الزيت الزيتون لأن نكهة الزيت الزيتون قوية صح وحتى بيقولوا معلومة طبية إنه زيت الزيتون ما لازم نحميه كتير لأنه ممكن يغير خواصه. هلا هي اختلفوا عليها كتير 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 كتير. هلا مثلاً بس إذا بترجع لأهلنا بالساحل. أهلنا بالساحل بتروح لعند أي بيت ما بيطلب غير بزيت الزيتون. زور ليش؟ لأنه متوفر الزيتون تمام. عندهم بكثرة. صار لهم شيء؟ ما صار لهم شيء. صحيح. هلا بيقولوا إنه مثلاً البيض المقلي ما تقلوه بزيت الزيتون رغم إنه أطيب ناس بتحبه بزيت الزيتون بيقولوا لأنه زيت الزيتون إذا حمي ممكن يعطي تأثيرات سلبية هاي الدراسات الطبية بدها إثبات أو نفي نحن بهالحالة نحن بس مجرد إنه مشان مني نقيم هالشك هاد حطينا شوية زيت نباتي نكسره بزيت نباتي زيت نباتي مشان القصة هاي مشان نريح حالنا أوكي هلا بنحط لنا المي تمام هدول أنا عيرت 3 كاسات كل كاسة رز كاسة ونص مي كاسة ونص مي تمام بنستناهم ليغلوا بيغلوا 3 دقائق نسكر عليهم بعد 3 دقائق بنحطهم على نار هاديه ليستووا هلا ممكن نحن نغير شوي بالرز انه نحط له شويه منكه انا مثلا اليوم ححط شويه حبق معه بس بيعطي لون ما هي اللي انا جاي اقول لك اياها انه ممكن بيحطوا صوص دجاج احيانا بيحطوا منكهات ثانيه تمام ممكن تحط قرفه فيها تحط هيل بس مجرد انه نحن ناخذ اللون والنكهه الحلوه تبعه يا سلام هلا هي إضافية مو الوصفة الأساسية يعني هلا هيك تقريبا نحن بدنا نستناه مثل ما قلنا 3 دقائق ليغلي تمام بعدين بنحطه على نار هادية حلو وطبختنا طبعا هي بالفرن هلا عم بتصير بدها تقريبا شيء لسه شيء 3 ساعات يعني أو اوكي بناكل منها كمان اكيد قبل ما نروح على بيوتنا بدي اشكرك شيف حسن رح نضمن لك بختام الحلقة لنشوف طريقة التقديم كيف حتكون ورح نرجع لعند نور لنكمل باقي فقراتنا شو في معنا يا نور يعطيك ألف عافية شايف شكرا كثير لإلك لو حطينا شوية شعيرية كانت طيب الرز مرة جاي شكرا كثير لإلك الحياة فيها قصص كثيرة منها الحلوة ومنها المرة ظروف صعبة بتمرق على الكل بأوقات معينة والتعامل معها بيختلف حسب خبرات كل شخص وتجاربه الحياتية ولكن لما بتقسى الظروف وبصير الطفل بمواجهتها وهو فاقد الرعاية لازم يكون في إيد عم تنمدله لتساعده يبلش الطريق بخطوة صح وبأمل وإصرار كنت أنا وماما كنا نعيش بالجنينة عند جوز أمي بالحديقة وأمي كانت تبيع بسكوت تسول وأنا كنت أشتغل عند عمو أب خالد كنت صغيرة وأبي إنه تركني وراح وخلاني مع أمي أمي راح تزوجت واحد إنه كان هو ماله مليح معي كان بيضربني وبيبعتني على الشارع بعدين أنا لما صار عمري 4 سنين صرت أنا أهرب من البيت وروح نام بالشارع صرت إنه أعرف رفقات وهيك تعلمت منهم إنه دخن وشمشي عليه بنات عيونهم تحكي قبل شفافهم حكايات وقصص ريم تهاني وأمل أسماء وهمية وحياة مو طبيعية عاشوها الظروف ودتهم لهون وخلت ناس بقلبها رحمة تهتم فيهم المعاناة اللي مرق فيها الطفل بدها وقت
ليرمم الزمن، وحنان الأم، وكلمة ماما اللي بيحتاجها أي حدا بحياته، محرومين من الأطفال بس معوضتهم عنا مديرة مركز فاقدي الرعاية بباب مصلى. كان أبو جمعة كتير يضربني، يعني إذا هو بعتني على الشغلة وأنا طولت بيجي بيضربني، وشو ما لقى قدامه بيضربني. ما عاد أهلي سألوا علي. بعدين تقريباً لما صار عمري شيء 11 سنة، لما أجيت على هذا المكان كتير حبيته وسجلوني بمعهد، وصاروا يعلمونا هون كروشيه ورياضة. حتى هلأ مثلاً إذا أمي طلبتني أنا ما بروح معها. أنا بحب المدرسة والدراسة، في عنا هون أنسات تعليمي وأنا بحب كتير أدرس. أنا حاسة أنه أنا رح أتغير كتير، لأنه الأنسة لما هي بتساعدني والكل بيساعدني أنا بساعد حالي. وأول خطوة أنه أنا تسجلت بدورة شهر. أخصائيين نفسيين ومقدمي رعاية بيقدموا الدعم النفسي للأطفال وبينموا مواهبهم وبيكونوا معهم خطوة بخطوة لحتى يتأهلوا. الطفل فاقد الرعاية هو اللي فقد أحد الأبوين، مو شرط يكون يتم، يعني هذاك بيسمى يتيم. فقد أحد الأبوين لظرف ما، في منهم منفصل أب مفقود، في منهم منفصل أم عن الأب، في منهم بسبب الفقر والعوز ما عم يقدروا يخدموا أطفالهم. في فريق رصد من الوزارة هو بيستقطب هاي الأطفال بيجيبهم. طبعاً أول ما بيجوا فوراً بيتقدموا لقسم إدارة الحالة. قسم إدارة الحالة هو بيعتني فيهم، ببلش بياخد المعلومات عن الطفل، يكون جاي مرعوب، جاي يعني خايف إنه من المكان بيقعد فيه. أساساً بيكون سمعان إنه في مركز بس هو ما بده يجي على المركز. بنستقبل الطفل، بنعطيه مهلة يومين حتى يحاول يتكيف مع باقي المستفيدات. بنقعد مع الطفل أو الطفلة جلسة فردية مدتها 45 دقيقة، منقيم وضعه بشكل مبدئي من خلال حكي الطفل، منفوت بقى بالمخاطر يلي بيعاني منها. سجلناهم هلأ على المنهاج بي، هذا المنهاج بي اللي هو بياخده سنتين بسنة واحدة. في أطفال مثلاً فاتوا لعنا بعد ما بدأ العام الدراسي، بيقوموا بياخدوا القسم التعليمي، بياخدوا تعليمي هون منهاج، كأنه عم ياخدوا منهاج بالمدرسة. ضمن هي خطة الرعاية في خطوات معينة بتتوجه للطفل نفسه بحيث تكون هادفة لحتى أنا مكن الطفل وأسرته ويلم شمل طفل مع أهله. بنحاول بعد فترة نتواصل نحن مصير مع الأهل، تأخذ معنا يعني فترات كثير أحياناً طويلة لنقدر نوصل للأهل. عم لاحظ أنه بعض الجمل اللي أنا بقولها مثلاً، يعني من دون ما هن يقولوا لي أنه نحن تأثرنا، بلاقيهم بعد فترة عم يحكوها مثلاً. أحياناً عم أحكي جملة ضدهم مثلاً، أنه لا أنا ما عجبني هيك وحكيت جملة مثلاً. بعد فترة صار نفس الموقف، فبنت قالت الجملة اللي أنا مثلاً حكيتها لبنت تانية. نقدم لهم خدمات طبية، يعني هي رقم واحد في عنا خدمات طبية. فيهم بحاجة لعمليات نعمل عمليات، في منهم بحاجة يعني طبعاً أول شيء بنعمل فحوصات كاملة كل الجسم أول ما بيجي الولد، إذا في أمراض سارية يكون خالي من أمراض سارية حتى نقدر نسجلهم بالمدارس. بعدين بنقدم لهم الخدمة القانونية، قلتلك في الخدمات القانونية هي تسجيلهم بالمدرسة، تسجيلهم بالنفوس. الغرض الأساسي من فكرة المهارات الفنية هي تنمية المواهب للأطفال واكتشافها طبعا. بتناول عدة محاور، منا إعادة التدوير، منا الرسم على الحجر، فن المانديال، بالإضافة لفن الأوريغامي، بالإضافة لأفكار خاصة بالأعمال اليدوية والورقيات والأشغال. بيمرقوا على عدة مراحل بتعلموا فيها، الغرض بالأخير تنمية مواهبهم وتفريغ الطاقة. الشرط من شروط نحن الأم البديلة أو اللي بنسميها مقدمة الرعاية إنه هي تكون خريجة جامعة، خريجة كلية التربية. ما بتلاقيهم، ما عندنا كلية التربية، معلم صف، رياض أطفال، علم نفس، إرشاد نفسي، هدول كل الأمهات اللي موجودين. تجريد الطفل من كل ضغوطاته النفسية وإعادة تأهيله لينسى الحياة الصعبة اللي مرق فيها ويندمج بالمجتمع تقع على عاتق كل شخص بالمركز بعد ما تخلى الأم والأب عن أولادهم تحت مسمى الظروف. أنا لما كنت بشمشعلي أنا ما كنت بحس على حالي،
كنت انه مثلا انا بضرب الاولاد واشتر مصاري حتى اجيب شعله، كنت اقول انه انا مستحيل بطلها، بس لما انا صرت هون انا صرت اكرهك، صرت اتعود انه خلص انا ما عاد بدي هاي الشغله. انا ما كنت احب انزل على الشارع، بس لان اهلي انه ما معنا مصاري نعيش كثير، اول مره لما نزلت وصرت هيك مره على مره تعودت. قلت لها لامي، قلت لها ماما ما في شيء هيك شغله اقعد انا فيها، انا ما لي حابه اقعد هون، يعني انا صرت صبيه يعني بدي ضل هون. اكثر شغله بحب انه هن فيهم يشتغلوا ويعيشوا حالهم ويصرفوا على اولادهم، انه مو ضروري هن انه يعذبوا اولادهم ويضيعوا لهم مستقبلهم بس عشان انه هن يكونوا قاعدين ويبعثوا اولادهم يشحطوا. يسعد صباحكم عن جديد. سن العشر سنوات، طفولة متأخرة أم مراهقة مبكرة؟ بالحالتين التعامل مع هاي المرحلة له خصوصية، فشو أبرز سمات هذا العمر وكيف لازم نتعامل مع أبنائنا لنوصل لأفضل النتائج من وجهة نظر علماء النفس وخبراء التربية؟ هالتفاصيل وغيرها رح نتعرف عليها مع ضيفتنا الأستاذة مريم الشيشكلي الاختصاصية النفسية وتعديل سلوك الطفل. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك أستاذة. صباح الخير لك أستاذة، أهلا وسهلا فيك. فعلا هي طفولة متأخرة أم مراهقة مبكرة؟ احتاروا العلماء الاجتماعيين والنفسيين والسلوكيين بهالموضوع. قبل ما نبدأ مع الدكتورة الموجودة معنا، خلونا نروح لنتعرف على مفهوم المراهقة المبكرة من وجهة نظر خبراء التربية بهالتقرير. معظم الأشخاص بيربطوا مرحلة المراهقة بسن البلوغ، باعتبار الأطفال وقت بينتقلوا لمرحلة البلوغ تبدأ تتحرك عندهم المشاعر اتجاه الآخرين تحت مسمى الحب. لكن ببعض الأوقات منلاقي أطفال بسن البلوغ عم يتحدثوا بالحب وعم يحملوا مشاعر اتجاه الآخر، وهي الحالة تسمى بعلم النفس بالمراهقة المبكرة، وهي مرحلة بيتجاوز فيها الأطفال مرحلة الطفولة وبيدخلوا بفترة المراهقة بسن صغيرة، وبيطلق عليها مرحلة البلوغ العقلي والنفسي ولكن ليس الجسدي. ومن علامات المراهقة المبكرة هي تمرد الطفل على الأشخاص المحيطين فيه وتقلب مزاجه، فالولد بيصير أكثر عدوانية، أما الفتاة بتكون أكثر رقة وعاطفة، وكمان محاولة إثبات الذات وفرض الرأي لتوصل لمراحل بيصبح الطفل قادر على انتقاد تصرفات والديه بدون خجل، بالإضافة لاتباعه لتصرفات ما بتناسب عمره مثل الاستماع للأغاني الرومانسية إضافة للكلام عن الحب. وإذا كانت هاي العلامات ظاهرة على الطفل فبينصح الاختصاصيين الأهل بالابتعاد قدر الإمكان عن التوبيخ واتباع أسلوب الحوار الإيجابي والتعامل معه كراشد، وأيضاً محاولة تعبئة وقت فراغه بممارسة أنشطة متنوعة. ومن الأخطاء يلي ممكن يرتكبها بعض الأهل هي التهرب من الأسئلة يلي ممكن يسألها الطفل وعدم احترام رأيه، فوقت يحاول صغيرك فرض رأيه من خلال التمرد حاولي التعامل مع الأمر بكل هدوء. يسعد أوقاتك أستاذة مرة تانية، مثل ما شفنا بالتقرير المختصر فعلاً سن العشرة منسمين إحنا سن المحير، لا كبير ولا صغير، حتى بالملابس في شيء اسمه بيبي وكبار ومحير. طبعاً ليش هذا السن محير؟ هو أقرب للطفولة ولا للمراهقة؟ سن العشر سنوات هو أقرب للمراهقة، لذلك بتلاقي أنه أحياناً فعلياً عند بعض الأطفال بيكون في مراهقة مبكرة، لأنه هي مراحل الطفولة مقسمة، يعني هي مو مرحلة واحدة، مرحلة الطفولة مراهقة رشد، لا هي مراحل الطفولة مقسمة، فلذلك في عنا تقريبا حوالي 3 مراحل. المرحلة الأخيرة اللي هي بيقولوها المرحلة الطفولة المتأخرة هي بتضم عمر العشر سنوات، لذلك هو قريب للمراهقة. بعض الأطفال بيمروا بهي المرحلة
بنعتبر نحن بمرحله طفوله متاخره هن بيكونوا لسه هون هادين، لسه هن عم يكونوا ادراك اكبر واعلى، عم يسمعوا الكلمه اكثر، عم يسمعوا الكلمه اكثر، لانه هن بيكونوا طلعوا من مرحله المراهقه، عفوا الطفوله المبكره اللي هي فيها احيانا بعض الانفعالات العاليه، وبدهم يفوتوا بمرحله المراهقه بعدين، فهي المرحله المتوسطه اللي هي بتهدى فيها الانفعالات عادة بالشائع، لكن بعض الأطفال بيمروا بمراهقة مبكرة لذلك هي محير مثل ما قلت بين هون وبين هون. طيب خلينا ناخذ منك وشو هي ممكن تكون أبرز سمات هي الفترة، شو خصوصيتها، كيف بيتم التعامل معها من قبل الأهل؟ تماما، هلا هي في عدة تطورات بتصير بعدة أصعدة. في عنا الصعيد الجسدي، مفروض بعمر العشر سنوات تقريبا يكون يعني النمو ما هو ظاهر كتير، بعض الأشياء البسيطة بصير في النمو العقلي هو المتسارع أكثر من النمو الجسدي، لكن إذا كان الطفل عم يمر بمراهقة مبكرة ممكن نلاقي أنه هو صار أطول شوي، في تغيرات جسدية. على الصعيد الاجتماعي بيكونوا هن طلعوا من دائرة الأسرة شوي وفاتوا بدوائر كمان، مو طلعوا يعني شاركوا بدائرة الأسرة بدوائر أخرى اللي هي دائرة الأصدقاء، المعلمين، الجيران، المعارف، صارت حياتهم الاجتماعية أغنى، بصيروا بيحبوا موضوع يفوتوا بفريق المشاركة. على الصعيد الفكري بصيروا هن بيقدروا يدركوا الأشياء المجردة، المفاهيم المجردة مثل مثلا مفهوم الخير والشر، بيدركوا القيم مثل هي القيم والأخلاق اللي هي بتكون ما لها ملموسة، لأنه بالطفولة المبكرة الشيء اللي بيدركوه هو الشيء الملموس، لكن بالطفولة المتوسطة أو عفواً المتأخرة بصيروا بيدركوا الأشياء الغير محسوسة. حلو. حصيلتهم اللغوية بتصير أكبر وأوسع، فبيقدروا عبروا عن مشاعرهم أكثر، بيقدروا يتواصلوا بشكل أفضل. هي الأصعدة، لكن إذا هن كانوا عم يمروا بمراهقة مبكرة فمنلاقي انفعالاتهم تشبه انفعالات المراهق. تمام. بلشت تصير انفعالات أعلى، حساسيتهم النفسية أعلى، الغضب صار عندهم أقرب لأنه هو يطلع، بيحبوا شوي أنه هن ينعزلوا أحياناً، أو بيحبوا أنه هن يكونوا عالمهم المستقل الخاص. تماماً. طيب هون الانعزال ممكن يكون سلبي ببعض الأحيان، لأنه نحن هذا الطفل عم ينعزل يا ترى لا يفكر، ولا عم ينعزل لأنه آخذ أفكار عم يفكر فيها. خلينا نكون واضح أكثر، الثقافة الجنسية عند الأطفال اللي هي بمدارسنا خلينا نقول 90% غير موجودة، فلازم الطفل صف رابع خامس 10 سنين هيك هالعمر بظن عمره تماما نبدأ نعطيه معلومات عن البلوغ الجنسي والثقافة الجنسية والأعضاء التناسلية، ولا لسه بكير أو لا نحن تأخرنا بهذا العصر بالذات؟ ما له بكير ابدا، بالعكس، لانه هن ببلشوا هن يختبروا بجسدهم بعض التغيرات، فبصير في عندهم قلق. هلا اذا ما كانت الام والاب، ليش عم اقول الاب؟ لانه الاب هو اللي بيتجه للذكور والام بتتجه للاناث بالتوعيه الجنسيه، لحتى يوعوا جسدهم والتغيرات اللي بتصير فيه، يوعوا مشاعرهم، لانه ببلشوا يحسوا بالانجذاب للطرف الاخر، هذا طبيعي. لكن اذا كانوا هن بمجتمع منغلق شوي بصيروا بحسوا انه هذا عيب وما بصير. طبعا، وهذا الشيء تربينا عليه من صغرنا، يعني بلاقيه ضعف عند الاهالي لانه ما بيلاقوا اسلوب يحكوا فيه مع الاطفال بهالنقطه الحساسه والحرجه، صح؟ تماما، لانه هن بصيروا بيخافوا عليهم وبصيروا بيمنعوهم من بعض الاشياء. فبلا ما نحكي بالسيره بالمره، بلا ما نحكي، او حتى اذا انحكى فيها، اذا الطفل اجى قال انه انا منجذب لرفيقتي بطريقه بريئه، بصير في يعني صد له، لا ما بصير شو عم تحكي، او البنت خاصه البنت. لذلك نحن لازم نتقبل هاي المشاعر، لكن نحن لازم نحط حدود لإلها، لأنه هن ما بيعرفوا إنه هاي المشاعر طبيعية، يعني هن ما عم ينجذبوا لشخص، ممكن يكونوا عم ينجذبوا لكل الموجود بالصف، هذا هو الطبيعي، لكن الانجذاب للشخص واحد ويصيروا يتجهوا لهذا الموضوع بطريقة بتشبه اللي أكبر منه، فبيفوتوا بأخطاء، هاي الأخطاء نحن بغينا عنها، فالتوعية كتير مهمة بهذا العمر. إنه نحن نوعيهم إنه أنت هلأ حتفوت بمرحلة حتنتقل من الطفولة للشباب. بهي المرحلة بتصير هاي التغيرات مفاجئة له، فنحن بهي التوعية بصير هو بيهدى، بصير بحس انه انا بالعكس انا فايت، لازم هو يكون فخور بجنسيته، انا ذكر انا انثى، يكون في عنده فخر بهي الجنسية اللي عنده، مو يكون في عنده خوف وانطواء. فهذا امر كثير مهم، دور الام والاب اساسي. مثل ما قلتي هون بيلعب دور الاهل دور كثير مهم وكبير بتحديد صفات هذا الطفل ان كانت سويه او لا أو غير. طيب خلينا ننتقل للاشخاص والاطفال يلي ممكن يشوفوا اطفال بالمدارس
في طفل بلغ أكثر من طفل، في طفل ظهرت عليه هي الملامح والتغيرات الفيزيولوجية، ممكن يجي يسأل أمه أنه ماما أو البنت أنه رفيقتي شفت عندها هي المظاهر أنا لسه ما شفت عندي، أو الشاب كذلك الأمر، كيف أنا لازم ألعب دور بشكل صحيح لحتى وعي طفلي وأشرح له هي المرحلة بشكل صحيح وسليم لحتى ما يتجه إذا بنقول وسائل تانية لحتى يأخذ المصدر الصح؟ تماماً، لازم نفهمهم مفهوم الاختلاف. اختلاف مو فقط من الناحية النفسية، من الناحية الجسدية في اختلاف، في أطفال بعمر 10 أو 11 سنة بتلاقيهم صاروا طوال وبين عليهم يعني مظاهر البلوغ، يعني الملامح اللي كانت طفولية بلشت لا تتحدد أكثر، لذلك لازم نفهمهم أنه في اختلاف، لكن هذا ما بيعني أنه هن من الداخل هن عم يبلشوا ينضجوا، عم يبلشوا هن يفوتوا بهي المرحلة، هن بصيروا بيعتمدوا على الشكل الخارجي. أنا رفيقي أطول مني، رفيقتي باين عليها مظاهر الأنوثة أكثر مني، لازم هن ينتبهوا أنه هذا الشيء موجود فيهم من الداخل، يوعوا هذا الموضوع. أوكي. لذلك الأهل لازم يكون عندهم وعي، يعني أحياناً بعض الأهل بيكون طب أنا بدي وعي أولادي بس أنا مالي عرفاني كيف وعي أولادي، بتفوت على النت وبتقرأ أو يعني بتوكل هالمهمة لأحد الاختصاصيين ممكن، هلأ هي الدور الأساسي والأول هو إلها. بحال عجزت عن هذا الموضوع ممكن انه هي تستشير. انا برايي ممكن يكون في تعصب عندهم ورد مثل ما قلت انت بداية، في تعصب وخاصه نحن ربينا على هذا الشيء انه بيعرف لحاله او ممكن من رفقاته، في دائما خوف من انه الاب والام يشرحوا لاطفالهم هي المرحله اللي عم يمروا فيها. بيشرحوا بيقولوا له يا من كيس الطحين يا من كيس الرز يا من القصص الثانيه او لقيناك بالشارع او عباب الجامع، وهون خيالي بيشتغل عند الطفل وبيكتئب وبيحزن وبيقول اهلي عم يكذبوا علي وانا بعرف اصلا وعم بعمل حالي قدامهم انه انا ما بعرف. تمام. فهذا دوامه نحن بغنى عنها. فانا برايي الشخصي انه الصراحه بهيك موضوع علميا هي خير حل والسيف القاطع لاي شغلات ثانيه، خاصه بقصص التحرش الجنسي اللي عم نسمع فيها وكترانه للاسف بالشارع. هي توعيه السوري. الحمايه هلا هون فتنا بتوعيه الحمايه الجسديه. يعني نحن بالمركز عندي بوعيهم من عمر صغير كثير على الحمايه الجسديه، ممكن يكون عمره 5 و6 سنوات. حتى اليونيسف والمنظمة الصحة العالمية ناشرة من كم يوم ريبورت عن هالموضوع كيف نتعامل مع الأطفال خاصة 4 سنين أو 5 سنين حتى نعلمهم أنه أعضاءكم هدول أو جسمكم خاص وما حدا بيقرب عليه. خلينا نروح لدراسات بتقول مثلا، رح أقراهم بصراحة بالنقاط حتى ما أكون عم ألف من عندي، التقلبات المزاجية، اضطراب السلوك، الرفض لأوامر الوالدين، تقليد الأكبر سناً خاصة البنات بيحبوا يكبروا بسرعة، الإحباط، الشعور بالذنب، الاكتئاب وخاصة الغيرة اللي بتظهر بين الفتيات كمان وأيضاً بعض الذكور، الاستقلالية والرغبة بالعناد إن كان عناد طبيعي فطري أو تصنع للعناد. هدول كلهم تغيرات بتصير من 10 إلى 15 سنة. شو الطريقة الصحيحة للتعامل معها؟ هلأ أول شيء لازم نشوف إنه هي التغيرات إذا بدت بعمر ما كان فايت بالمراهقة، يعني بعمر خلينا نقول 10 إلى 11 سنة أو من 9 حتى، بيكون هي مراهقة مبكرة، لأنه مثل ما قلنا نحن مرحلة الطفولة المتأخرة هي مرحلة اللي بيكون فيها هدوء انفعالي واستقرار انفعالي، لكن الأشياء اللي ذكرتها هي أشياء بيكون الطفل فايت بمرحلة مراهقة، فبهي الحالة بيكون هو ضايع ما في له حدود، كيف بدي أتعامل أنا مع هذا الطفل؟ أهم شغلة هو التقبل لهذا، خليني أقول ما بحسن أقول طفل ولا مراهق، يعني يافع هذا الشخص اللي هو عم يدخل لمرحلة كتير مهمة بحياته. تقبل كتير أساسي، إشباع حاجة القبول، حاجة الحب والاحترام، لأنه الأهل هون حتى هن الأهل بيضيعوا، يعني أحياناً بيعاملوه كطفل أحياناً بيعاملوه كشاب، بيحتاروا تماماً، هن بيحتاروا خصوصي إذا كان جسمه كبير وكذا فبيحتاروا، أحياناً بيقولوا له أنت لساك صغير أحياناً بيقولوا له أنت صرت كبير، فلازم هن يوعوا هي المرحلة، يوعوا هي التغيرات لحتى هو يقدر حتى يوعاها ويتقبلها. لازم يكون في باب حوار ونقاش، لازم ضروري جدا. أنا بقول لهم للأهالي بعمر الطفولة المبكرة أنتوا لازم تكونوا تم وإذن للطفل، كيف يعني بتحكوا معه وبتسمعوا، لكن وقت بيقرب على المراهقة وبفوت من المراهقة بتكون تكونوا إذن أكثر، يعني أنتوا لازم تسمعوا أكثر، 80% تسمعوا 20% تماما، لأنه هو ما له مستعد يسمع هلأ لا نصايح ولا أي شيء، هو هلأ بالأساس عم يكون القيم عنده، يعني هو ماله يعني مو فقط بيتلقاها هو، فما بالكم هلا الطفل اللي عمره 10 سنين هو ابن حرب
لو الكلمة قاسية طبعا. هو ابن أزمة سورية، الطفل اليوم عمره 10 سنين، هو عاش بظل الأزمة، بظل الحصار الاقتصادي والعمليات الإرهابية اللي شهدتها بعض مناطق السورية، والعنف اللي ما كنا نحن بجيلنا أو جيل نور أو جيل حضرتك متعودين على وجوده بسوريا. إن شاء الله يا رب الأمن والأمان يكون على كل بلادنا. بدي أتشكرك كثير لوجودك معنا، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. وأكيد كنا بنعرف فوائد الرياضة بكل الأعمار، ولكن أظهرت دراسة علمية أن ممارسة التمارين الرياضية بمرحلة المراهقة تحديداً له فوائد عديدة، من بينها تحسين النوم وخفض ضغط الدم والحماية من أمراض القلب والسكري، بالإضافة للتغلب على الشعور بالقلق والاكتئاب. صباح الخير، معكم كوتش ميندا رومي من أبتاون سبورت أكاديمي. رح ناخد تمارين للخصر باستخدام العصا. طبعا نعمل كالعادة إحماء، نستخدم العصا بهذا الشكل، نفتح الليجز بمقدار الكتفين، نعمل فني بسيط وبنبلش 1 2 3 4 5 6 7 8. نريح، نرجع بنعيد، بنكرر التمرين 1 2 3 4 5 6 7 8. التمرين الثاني، عملت انا مجموعتين لاول تمرين، بفتح الليجز بهذا الشكل، زوايا الرجل الفيت لبرا، وبنزل للأسفل شوي كمان من الخلف 1 2 3 4 5 6 7 8. كمان بريح شوي، برجع كمان بعيد مجموعة تانية. كل تمرين فيكم تعملوا 3 مجموعات. أنا بهذا الشكل عم بستهدف عضلات داخلية جلوت، وبنفس الوقت العضلات الجانبية للبطن 2 3 4 5 6 7 8. طبعا فينا نريح نحن وبعدين نكمل على تمارين جديدة. التمرين اللي بعده 1 2 3 4 5 6 7 8. ستوب، بنريح بهاي الطريقة 2 3 4 5 6 7 8. روح للجهة الثانية 1 2 3 4 5 6 7. يلا 8 1 2 3 4 5 6 7 8. كمان نرجع نريح على النص 1 5 6 7. الرأس مستقيم مع الظهر طبعا لنريح ظهرنا والنظر للأسفل. هلا
1 2 3 4 5 6 7 8. هلا لهون بدكم انتهت فقرتنا، بتمنى انه تكونوا استفدتوا. يعطيكم العافية. طبعا ما حدا مننا بيقدر ينكر دور الرياضه واهميتها بتحسين الصحه عموما وبضبط لياقه الجسم وشكله ومرونته، ولكن الاعتماد على ممارسه التمارين الرياضيه وحده ما بيكون كافي بكل الاوقات فيما يتعلق بشد ترهلات البطن، وهون بتكون الجراحه هي خير حل لهيك حاله. اكيد، ومساحتنا الطبيه لليوم مخصصه لجراحه شد البطن. شو هي الحالات المرشحه لها وشو اليه هي الجراحه والفرق بينها وبين شفط الشحم؟ كل هاي التفاصيل وغيرها رح يخبرنا عنها الدكتور شادي رحمه الاختصاصي بالجراحه التجميليه والترميمي. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير. صباح الخير لك دكتورنا، اهلا وسهلا فيك. يعني موضوع شيق واكيد هو فيه اسئله كثير تفصيليه، ولكن اسمح لنا نروح مع المشاهدين لنبدا نقاشنا بمفتاح واللي هو هالتقرير يلي رح يحكي عن اسباب ترهلات البطن. ترهلات البطن من المشاكل التي تواجه النساء والرجال على حد سواء، وتسبب حرجاً كبيراً وقد تؤثر على نفسية المريض بصورة بالغة. فالترهل هو تهتل في شكل البطن وزيادة حجمه بصورة لا تتناسب مع باقي مقاييس الجسم. والحقيقة أن مشكلة ترهلات البطن لا ترتبط بالضرورة بالسمنة، وإن كانت في بعض الأحيان ترتبط بالنجاح في التخلص من مقدار كبير من الوزن الزائد، وفي بعض الحالات تظهر هذه الترهلات عند من يعانون النحافة. هذه الحالة تعود لعدة أسباب مرتبطة بعاداتنا اليومية، وأخرى تعود لأسباب مرضية أو جينية، ومنها العادات الغذائية الخاطئة. تتمحور هذه العادات حول تناول الطعام بكميات زائدة عن حاجة الجسم أو بأوقات غير مناسبة، مما يؤدي إلى تخزين الدهون في منطقة البطن بصورة أكبر من باقي أجزاء الجسم. وكذلك فإن بقاء الطعام في المعدة لفترات طويلة يضغط على عضلات البطن ويجعلها ترتخي. عدم ممارسة الرياضة بانتظام. تحتاج عضلات البطن إلى ممارسة الرياضة بانتظام لتحتفظ بقوتها وتحافظ على شكل البطن متماسكاً وجميلاً. ويجب أن يدرك الشخص أن العودة إلى نمط الحياة غير الصحي على صعيد الغذاء والرياضة بعد علاج ترهلات البطن سيؤدي في النهاية إلى عودة البطن إلى حالته الأولى. أسباب مرضية وجينية. قد تتسبب العمليات الجراحية في منطقة البطن إلى ضعف عضلاته، فالحمل والولادة المتكررين يتسببان في ضعف العضلات وترهلها لدى معظم النساء، وتعتبر الولادة القيصرية بشكل خاص أحد أهم أسباب ترهل البطن. كذلك ويعتبر بعض الأشخاص أكثر ميلاً لتراكم الدهون في جسمهم في منطقة البطن والخصر، وهذه الحالة ترتبط بالطبيعة الجينية الوراثية لهؤلاء الأشخاص. يعني مثل ما شفنا بهالتقرير المقتضب دكتور، أسباب ترهل البطن عديدة وأيضاً الحلول قد تكون عديدة. لو نلخص الأفكار اللي وردت، شو يعني ترهل البطن؟ شو الفرق بين عملية شد البطن وبين عملية شفط الشحوم؟ أول شيء شكراً كثير للمقدمة، يعني أنتوا حطيتوا إيدكم على الوجع الحقيقة وجاوبتوا على أكثر الأسئلة اللي إحنا بنسألها بالعيادة. طبعاً دائماً أول سؤال تجي لعنا المريضة تقول أنا عندي بطن أو أنا عندي ترهل بالبطن. ترهل البطن معناته في عنا جلد زايد، هالجلد الزايد هذا يعني ما بنقدر نروحه لا بتمارين رياضية ولا بأدوية كالمراهم ولا بالأجهزة،
ولا بالدايت. طبعا كل هدول كثير مهمين بمرحله ما قبل تشكل الترهل، لكن طالما في عندنا جلد زايد او جلد طافف مثل ما يقولوا بالعاميه، بنشوفها عند النساء اكثر شيء فوق سرج البنطلون، بتلاقي طاف في زياده جلديه. هذا هون صار في عندنا ترهل، وبالتالي صار في عندنا عمليه شد بطن. طبعا هالترهل هذا بيصير عندنا بحالتين. اول حاله بيكون في عندنا شخص كثير كان بدين او كان كثير سمين ونحف فجاه، او عمل عمليات البدانه قص المعده او تحويل المسار، وهون بيصير الغطاء الجلدي للجسم اكبر من محتوى الجسم، وبالتالي بيصير كانه مثل الروب الواسع بزياده جلديه فطفة. او بعد عمليات الولاده بعد عده ولادات الحقيقه بيصير في عندنا بطن وبصير في عندنا تباعد العضلات. هون بيجي دورنا كجراحين تجميل مشان نحن هالجلد الزايد هذا نشيله ونعمل كمان نحت مرافق بحيث انه نرجع للصبيه او الست القوام اللي كان عندها قبل عمليه العمليات البدانه او قبل الولادات. فكلمه ترهل تعادل تماما كلمه جلد زايد او شد بطن. طيب دكتور، وقت اللي بيجي لعندك انا على العياده وبقول لك بدي اشفط شحوم ما بدي اشد، شو يعني شفط الشحوم؟ مين هن الاشخاص اللي بيشفطوا شحوم؟ طبعا انا اول جواب جاوبك يا نور انه دائما بشوف انت شوفي بذهنك، يعني هل دائما نحن شفط الشحم هو عمليه لتخفيف التجمعات الشحميه او الحجوم الزايده بمناطق معينه من الجسم، وليس لانقاص الوزن او لمعالجه الجلد المترهل. فالجلد المترهل اللي شفناه بالصور بالتقرير اكيد ما له حل غير شد البطن. طبعا شد البطن يعني له دائما له نوعين، شد البطن الجزئي وشد البطن الكامل. طبعا الجزئي بيكون في عندنا مثلا ولاده واحده او صبيه جلدها بيمتلك مرونه كافيه بحيث انه بعد الولادات ما تتاثر، لانه حتى عمليه حتى مرونه الجلد وتشكل الجلد الزايد بعد الولادات هذا بيختلف من 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 جسم لجسم ومن صبيه لصبيه. في ناس بتلاقيها عندها اربع خمس ولادات وجسمها لسه ممشوق لسه مشدود، وفي بالمقابل نساء من ولاده واحده بتلاقي صار في عندها ترهل. فشد البطن الجزئي هو ما بيكون في عندنا جلد كافي لانه نحن نشيل كل الجلد الواقع تحت السره، وبالتالي بنشيل مثل ما بيسموها كرواسون او بنشيل مغزل او شريحه جلديه ضيقه، وهي بتكون كافيه لانه نرجع البطن ممشوق وممسوح. تمام، عم نشوف فيديو نحن مع المشاهدين اليه اجراء شد البطن. هلا دكتور، هاي شد بطن جزئي ام كامل؟ هلا هذا كامل لانه هون رافقناه مع شد العضلات وتبديل السره. هلا هون لاحظ هلا بدهم يفتحوا، بتصور رح يفتحوا السره، شايف هاي الثقوب اللي بنعمل فيها نحت الخواصر اللي بنسحب منها كل الدهون الموجوده بمنطقه الخاصرتين. هاي الشريحه اللي قلت لك عليها اللي هي هون فيها اعاده تشكيل للسره، صح دكتور؟ ايه طبعا طبعا، يعني طبعا. احنا هون السره راحت. هلا هون في عمليه شفط الشحوم، هي عمليه شفط الشحوم تمام يلي ممكن تمام. تكون لاجزاء معينه من البطن، هذا هو الشق اللي بنعمله لشد البطن. ما له ندبه كبيره دكتور؟ طبعا دائما احنا بموضوع الندبه ورد على طول نحن بنكون حريصين، وانا بشتغل بطريقه معينه تكون الندبه تحت البكيني بحيث انه ما تبين نهائيا. طبعا كثير مفروض نحن نخير المريضه انه انت بتحبي، لانه شو الطريق يعني وين موقع، احيانا كثير في امور بتحكمنا. اذا كان في عندنا جرح قيصريه سابق هذا مفروض نحن نشتغل تحته او عليه بحيث انه يروح، لذلك نحن دائما بنكون حريصين بشغلنا انه يكون الشق ضمن البكيني. وحتى شق السره اللي بنعمله في طرق كثيره، نحن بنصير نعتمد على طريقه معينه اللي بتعطي شكل القلب للسره بحيث انه لو كانت حتى السره ما حلوه بالبدايه قبل العمليه نحن نحسنها ونجملها وتصير اقرب للطبيعيه. ممكن دكتور يتم تجميل السره، وخاصه نحن اذا عم نشكل بنعمل اعاده تشكيل للسره بعد ما نفتح الجلد ونقص الجلد الزائد، هون ما بتبين الندبه بعد ما نحن بنقص الجلد ونرجع بنقطع؟ هذا انا حكيته انه في طريقه معينه للخياطه، في طريقه معينه للقص بيعرفوها جراحين التجميل الخبيرين بحيث انه نجمل السره. يعني في كثير سره بتجينا بيكون فيها فتق او بيكون فيها انتفاخ او بيكون معنا متناظره، هي بنرجع بنشكلها بحيث انه نرجع على الحدود الطبيعيه الحلوه. تمام. طب دكتور، اذا نحن حكينا عن اجراءات اخرى مرافقه لاجراءات شد البطن، شو ممكن نشرك عمليات ثانيه؟ طبعا دائما نحن بحسب عمر المريضه نحن بنقترح على المريضه انه نحن ممكن، انا بطبيعتي بحب اعطي شيء كامل، يعني بحب اعطي، مو معقول مثلا نعمل تجميل وشد البطن وبتلاقي في عندك صدرين مترهلين او في عندك مثلا ارداف،
لذلك نحن بنقترح على المريضة بنعمل شيء، ممكن احنا نعمل شفط شحوم، ممكن نعمل نحت تجميلي، ممكن نعمل حقن شحوم، ممكن نعمل تكبير وشد، كله بنفس العملية. كله بنفس الصدر. تتحمل المريضة هالموضوع؟ طبعا في شروط معينة، اذا المريضة صبية وما عندها مرض معين وما بتاخذ ادوية معينة، في شروط وتحاليل بنعملها بحيث انه احنا ممكن نعمل 4-5 عمليات، حتى شد الوجه، تجميل الانف، كله ممكن نشمله بنفس الزمن الجراحي، ويكون هو الوقت اقصر الحقيقة، لانه بنكون وفرنا تخدير واقامه لكل اكت من هدول الاكتات، بحيث انه نشتغل بشكل متتالي وبحيث نوفر وقت على المريضه. دائما دكتور بنحكي عن السيدات كيف ممكن يتم التجميل والشد والنفخ وهدول القصص، بعد شوي عن الرجال، في بعض الرجال كثير بيهتموا بهذا الموضوع وحبوا يحصلوا على الجسم المثالي بطريقه سريعه، بعيدا شوي عن الرياضه والدايت اللي ممكن يقوم بشكل يومي. خلينا نحكي، هل ممكن الرجل يقوم بعمليات الشد والشفط؟ صرنا نشوف كثير هلا رجال عم يعملوا عمليات شد بطن وعمليات تجميليه، وخاصه بعد عمليات البدانه، يعني بس الشخص او الرجل ينقص 50 كيلو اكيد رح يصير في عنده تسدي احيانا، يصير في عنده ترهل البطن، الذراعين بينزلوا بيترهلوا، كله هذا كمان ممكن نحن نعامله نفس معاملة العمليات الجراحية عند السيدة، طبعا باحتياطات معينة وبمحاذير معينة من ناحية شكل الشقوق ومحلات الشقوق، يعني نحن بنحاول قدر ان كان نبعد الرجل مثلا عن شق الازرع لانه بيلبس دائما كم قصير، بنحاول كمان نبعده شوي عن الشقوق اللي بنعملها بالصدر، لانه صدر الرجل مثلا بالمسابح بالنوادي الرياضية بيكون مكشوف، يعني بناخذ تدابير معينة بحيث قدر الامكان نعمل عمليات تجميل لكن ضمن شروط الذكورة. حتى طبعاً كمان الشد والشفط ممكن يكون نفس شكل اللي بيقوم فيه للسيدة؟ نفس الآلية واحيانا احسن، لانه الشعر في عنده شعر الرجل بماكن معين ممكن يتخبى، بحيث يخفي الجروح اللي نحن بتخلفها العمليات جراحة التجميل. دكتور، السؤال اللي بينطرح على طول، بدي البس مشد انا لكم شهر بعد شد البطن؟ طبعا دائما المشد لمدة شهر، طبعا هذا اكثر سؤال بيجينا على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني انه قديش كلفه العمليه وقديش المشد. طبعا دائما طبيا المشد لمده شهر من بعد العمليه، من بعد العمليه دايركت. شهر كافي، لانه هو يعني وظيفه المشد هو انه يضغط الانسجه بحيث ما يتشكل عندنا سيروما او مصل ضمن البطن او سائل ضمن البطن بعد العمليه، وفتره شهر كافيه. طبعا تفاصيل ثانيه عن العمليه، انه هي عمليه بتصير بالتخدير الموضعي، عفوا بالتخدير العام، التخدير العام او بالتخدير النصفي، يعني ممكن نعطي ابره بالظهر نفس الابره اللي بياخذوها التخدير القطني تماما، اللي هي بدون الم، بيقولوا ولاده بدون الم، هي الابره اللي بنعطيها بالظهر تخدير قطني، وبنعمل العمليه بتخدير نصفي او بتخدير كامل. طبعا المريضه بتنام ليله بالمستشفى او بتطلع بنفس اليوم اذا كانت امورها ميسره، وطبعا العمليه لا يوجد فيها الم بعكس الفكره الشائعه، يعني على طول بيقولوا انه شد البطن وشد العضلات فيهم الم، الحقيقه شد البطن ما في الم نهائيا، لانه نحن اللي بيعمل الم هو الرض، ونحن بس نعمل شد بطن بيكون الحس خف كثير زمني لست اشهر بعد العمليه، وبالتالي نحن عم نشتغل على بطن ما في احساس، وبالتالي العمليه تشد البطن او الجرح اللي بنعمله هو غير مؤلم، كل ما في الامر انه منطقه الخواصر اللي ننحتها او نشفطها مع عمليه الشد تحس فيها المريضه كانه معضله تعضيله قويه او كانه عامله رياضه عنيفه. طيب ممكن نتغلب على هذا الشعور كمان بالادويه والمسكنات. هون في سؤال مهم جدا دكتور، اذا الصبيه عمرها صغير وعملت عمليه شد بطن قبل الحمل والانجاب بياثر على النتائج؟ ممكن تعمل شد بطن ثاني؟ نحن قدر الامكان نورد بنحاول نبعد هي المريضه عن عمليه شد البطن، لكن بفرض هي عندها ظرف اضطراري، يعني اذا عملت عمليه قص معده او عمليه تحويل مسار ونقصت 50 كيلو، صار في عندها ترهلات بطنيه بحس انه هي صارت نفسيا مزعوجه منها، وصارت بالنسبه لها هي هاجس انه انا ممكن زوجي يتقبلني بالمستقبل او لا، او هي نفسيا ما انا مرتاحه، لا بنعمل العمليه، والعمليه شد البطن ما بتعيق نهائيا الانجاب، بالعكس هي بتصير ممكن تنجب عن طريق الجرح اللي احنا عملناه لشد البطن، وبالتالي هذا الشيء بيكون مساعد لها، يعني نفسيتها كلها تتغير. في كثير انا مرضى بيجوني بيقولوا نحن عندنا زواج قريب او عندنا خطبه قريبه وما لنا عارفين شو نعمل بهالترهلات هي، فبس نعمل العمليه بنعطيها دافع انه تقوم بعمليه الزواج وما تتردد وتزيد ثقتها بنفسها، حصلت على جسم مثالي بالنهايه. ختاما دكتور ما ضل غير نتشكرك على كل المعلومات اللي قدمتها، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. شكرا لكم وعلى ذوقكم. شكرا دكتور شادي. كيف تتعامل مع الشخص الاتكالي واذا اضطريت انك تشكل على
حواجز معينة بينك وبينه، أو تتكل على حدا لحتى يساعدك بإبعاد هذا الشخص الاتكالي عنك. كثير أجوبة أخذناها نحن، وهاشتاقنا هذا هو كان بحلقتنا لليوم. تنوعت آرائكم اللي شاركتونا فيها على الفيسبوك وكمان بالشارع، لكم حصة ببرنامجنا، خلونا نتابع. أنت بتعترف أنك شخص اتكالي عم تعتمد على الأشخاص الآخرين؟ لا، بعتمد على حالي. مالك شخصية اتكالية؟ لا، ما بتتكلي ولا بأي شيء على حدا؟ لا، كله بساوي بإيدي. لا، بدي أكون له دور بالمجتمع، ما بصير اتكالي يحش همه على غيره، بدي أشارك يعني، يكون له دور يعني بالمشاركة. بعض الحياة لا بدنا يتكل على غيره فيها، بس الأغلب بده يتكل على نفسه. مو اتكالي يعني، فيك تقولي الواحد انه يعتمد على حاله يعني بكل شيء، يعني خصوصا بهالوقت لانه في حدا لحدا. بقى الواحد يعني يعتمد على حاله بكل شيء اكثر، يعني مو قصة على اتكاليه بس، هيك الواحد يعتمد على حاله سند دائم يعني. بحياتي الزوجيه مشان اولادي، يعني الوضع هلا كثير تعبان مشان هيك يعني. بتتكل على مرتك؟ لا، هي بتتكل علي، انا بساعدها يعني، بتساعدني انه هيك. هلا احيانا في بعض الظروف يعني، احيانا بيعتمد انسان على شخص لما بيكون في شيء مثلا مو واصل المعلومه صحيحه لعنده او اي شيء. يعني الجرائب التجاريه مو الخاصه، الخاص اللي بده خبره بده اعتماد بده يعتمد على غيره، يسال غيره يسال ياخذ غيره، استعانه بمعنى استعانه. اذا اجى شخص كثير مزعج وكثير اتكالي كيف تتصرف معه؟ الناس الاتكاليين ما فيك تعتمدي عليهم نهائيا لانه فاشلين بحياتهم، فالانسان لازم يتكل اول شيء على حاله وينطلق من حاله. مثلا كبنت بكره بدي اريح حالي ما رح اشتغل، ايه ممكن هذا الجانب على شريك الحياه اني انا ما ساوي. شو مخبي لنا الفلك لليوم وشو التحذيرات يلي لازم ناخذها؟ نجلة أباني رح تخبرنا. يسعد صباحك يا نجلة. صباح الخير يا مدام. صباح الخير يا ورد. صباح الخير للجميع، ضلوا بخير، ايامكم سعيده. اليوم 7/7، تمنياتي للجميع دائما بالخير. طبعا كواكبنا ما زالت في اماكنها، المشتري متراجعا في برج الجدي، عطارد يتراجع في برج السرطان. هلا كان عم يسالني ورد، بقيان يومين ليباشر يعني خلينا نقول التفاف متقدمان، انا بقول بس هاليومين لسه في جزء من تعب منبلش بعدين كلياتنا نريح. طبعا هو 12 يعني ببلش تقدم، ما زال المريخ متراجع متقدما في برج الحمل، وما زالت الزهرة تتقدم في الجوزاء. أول أخباري عزيزنا مولود برج الحمل لليوم عم بيرتب أموره بشكل إيجابي، يمكن عم بينظم مواعيده، يمكن حركته اليوم ذات نتائج إيجابية، عم بيواصل تخطيط تعديل يوم للقاءات العابرة للتحضيرات لتكون فرح بمن حولك، مرتاح أو هادي أو عم تنشغل بأمور أشقاء وشقيقات. مولود برج الثور اليوم الأمور يعني جيدة، رغم أنه يعني لسه في حال من المراوحة عند مولود برج الثور. في حدا عم يسعى ليزعزع الاستقرار من حواليك، اليوم يوم النقل العالمي، يعني عملوا هيك، سووا هيك، قالوا هيك، حكوا هيك، اليوم الأمور أخذ هذا الطابع عند مولود برج الثور. مع أنه أنا بتمنى أنه اليوم تنتبه من محاولات الاستغلال، لأنه وارد يكون في نوع من أنواع التصرفات غير المنطقية حواليك. هلا بالغالب مو منك، بيخطر لي من محيطك عموما اليوم، بس هيك هيك انت اليوم مولود برج الثور، لا تدخل جدال مانو كتير له نتائج. مولود برج الجوزاء اليوم عم بيشعر بمحبه حقيقيه للاخرين، والناس حواليه عم بيشعروا بمحبتهم او بمحبه لإله، عم بيأيدوا مواقفك عموما، عم بيشكروك، يمكن عم بيقولوا لك شكرا على بعض الاشياء اللي انت عم تعملهم اياها. اليوم أنت عم بتحط دعامات صحيحة في عملك، ممكن بكلمة ممكن بتصرف، وارد يكون في توقيع عقد أو تلقي ترقية. هلأ أنا بعتبر الأمور جيدة، إذا في شيء متعب غالباً هو عائلي أو شخصي وليس عملي عموماً. مولود برج السرطان اليوم الأمور جيدة لك، في مساعدات محبة أو خطوات ناجحة. اليوم أنت من جوا حاسس بالأمان، مرتاح عموماً، في ناس عم بيساعدوك أو عم يمدحوا عملك، وأنت قائد بمحيطك بالمجمل. ما بعرف إذا عم تفكر بسفر أو زيارة تعد لك الحيوية، ترجع لك الحيوية، أو عندك نوع من أنواع الأفراح العملية. مولود برج الأسد غالباً أنت عصبي، ومن امبارح لليوم الأمور بالنسبة لك عم تاخذ طابع تأجيل، تأخير، قصص العلاقة بخيارات كأنه لسه ما أجا وقتها. ما بعرف، محتاج تكون أهدأ اليوم، محتاج أجوبتك ما تكون كتير صريحة أو قاطعة، يعني اليوم كأنه موجة عم تاخدك للأمام
وموجي عم بترجعك للخلف بأمور تفاصيل صغيرة على كلين بحاجة منك لجهد متواصل. مولود برج العزلاء اليوم عندك 100,000 قصة شغلتك، وغالباً شغلك كتير، معاونينك اليوم ما كتير مريحينك، إنجازاتك حاسة ما عم تكفي، أنت بإحساسك رغم أنه ما في شيء سيء، بس اليوم بالذات يوم ممكن تعاند مولود برج العزلاء بأمور صغيرة، غالباً كتلة عمل، غالباً الآن على أمور صحية مثلاً، غالباً في قصص هيك العلاقة بشغل كتير. حاول تمسك العصا اليوم من النص، يعني حاول تخلص أمورك كعمل وتنتبه على بعض المضايقات الصحية. مولود برج الميزان اليوم الأمور جيدة جداً بالنسبة له، خاصة أنه اليوم غفور، هو غفور بطبعه الحقيقة الميزان. اليوم بقى أنت أكثر وضوح بشرح مشاعرك، مخططاتك، برامجك. يوم في شيء ممكن يكون مصدر سعادة مالياً أو معنوياً، عم بترتب أمورك بطريقة إيجابية وأنت محور اهتمام المحيط. مولود برج العقرب غالباً الآن، ما بعرف إذا الآن على قصة عائلية أو شخصية، بس غالباً الأمور أخذ هذا الطابع، يعني مشكلة عائلية تشغلك ربما، أمور من الآخرين مضايقتك ربما، كلام غير محسوب. كل شيء بتقدر تعمله اليوم إنك تكون هادئ ودبلوماسي، لأنه اليوم يعني ما رح يفيدك انتقادك لأشخاص ما كتير بيعنيك أمرهم، وغالباً القصص أخذ طابع تفاصيل لست تحتاجها. مولود برج القوس اليوم للحركة، للتطورات الإيجابية، مثل كأنه واحد استرد عافيته فجأة، استرد مرحه وضحكه، يعني بلشت الأمور تتحسن سواء عمليا سواء على المستوى الشخصي. اليوم عم بتعيش إقبال على الحياة مولود برج القوس، وحواليك مسؤوليات ربما مادية ربما معنوية ولكنها إيجابية. مولود برج الجدي غالبا اليوم الأمور المالية هي اللي عم تعنيك، عم تدفع، عم تقبض، عم ترتب، مرتاح عموما، عم ترتب أمورك بطريقة جيدة، واليوم فيها إصلاحات ديكور. هلا أنا كل شيء بحذره يا مولود برج الجدي هالفترات بالذات، إنه وارد إنه يكون في شيء من الأمور الصحية التي تحتاج دخلك مثلا أو مالك، لذلك هاي القصص اللي انتبه لي عليها دخيلك. مولود برج الدلو اليوم فايق بكير ونشيط الحقيقة، خاصة على صعيد أمور شخصية، غالبا الأمور حلوة بالنسبة لك كقوة قرار، يعني نقاش ربما لمشاريع مستقبلية، كأنك أنت وأصدقائك اليوم عم بتحقق قدر من السعادة، غالبا أنت مرح، يعني الأمور بالغالب إيجابية على صعيد المحبة، على صعيد العواطف، على صعيد حلول لبعض المشاكل. مولود الحوت اليوم أنت اللي مكسل وضايق خلقك وطاقتك مو كتير مريحة، اليوم بتعد عن سماع الأقوال اللي مانا كتير صحيحة على كلين، أو ممكن مانك متأكد من صحتها على كلين، يعني اليوم يوم فيه جزء من تعب بالمجمل. خليني عايد مولود اليوم، مولود 7 واتمنى له السعادة، الشخص اللي بيوقف جنب أصدقائه وقفة الصديق الوفي، بيعيش حالة من المحبة الدائمة لمن حوله، مساعد، ينجح دائماً بس بالصبر والبطء عموماً، قلبه كبير، عيونه مليانين حب، شخص طيب وحنون. سنة مهمة بالنسبة له على كل هذا، وخاصة على دعم من المحيط، خاصة لمدح، لتشجيع، لقصص العلاقة ربما بالمال أو بالعمل. سنة مهمة بالنسبة لك وبالمجمل هي سنة إيجابية. بس خليني عايد ماريا عم تحتفل بعيد ميلادها حمصي، إن شاء الله أيامك دائماً سعيدة وتضلي بخير. ضلي بخير يا مدام، شكرا كثير لك. شكرا كثير لك يا نجلة. وهلا مشاهدينا رح ننتقل لعند شيف ونشوف شو صار بطبقنا النهائي. وين صرنا يا شيف؟ هلا نحن جهزنا كل شيء خالص وصبينا وقدمنا، صبينا الرز بعد ما جهزناه، وحطينا الخضره بعد ما خلصت من الفرن، تمام، وزيناها بشويه بقدونس، ومثل ما بتعرفوا المنظر بشهي اكيد، اكله صحيه كثير بزيت الزيتون، وهيك من هلا حصتي موجوده على جنب، وبرجع بتذكر اكله صحيه وخفيفه على المعده وعلى الجيبه. شكرا كثير لك يا شيف. مشاهدينا هذا كان كل شيء بحلقتنا لليوم، بنشوفكم بكره، تبقوا بألف خير. تبقوا بألف خير، باي باي.